بتاعت السياحة مش بس بتبدأ وتنتهي في وزارة السياحة، ولكنها الحقيقة بتمس كل القطاع، سواء كان فن، ثقافة، إعلام، آثار. المسؤولية هي مسؤولية مشتركة علشان نقدر ننجح في إن إحنا يعني نعيد السياحة لما كانت عليه، وكمان نضيف. التعاون الحقيقة لمساه من مجلس النواب ومن الحقيقة القطاع ككل، أعتقد إنه ده يحمسني جدا في المرحلة القادمة. السياحة عشان تنطلق محتاجة تنسيق كبير جدا مع لكثير من مقترحاتكم وآرائكم، ليكم خبرة كبيرة جدا، وأكيد إضافات ناخدها في الاعتبار إن شاء الله. شكرا.